السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. بالنسبة للوصفة ديال اليوم هي عبارة على شلاضة ديال القمح. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة ديال التحضير. كنحتاجو البنات هنايا الجلبانه كيف ما كتشوفوا معايا، وكنحتاجو المايس، وكنحتاجو طون. الكميات على حساب نتوما شحال كديروا البنات. والمايونيز اللي راني حضرتها معكم، دخلوا لاشين ديالي وغادي تشوفوا الوصفه. ويبلي يبلي هذا القمح الصلب، راه كيتباع في لي سوبر مارشي، راه غتلقاوه. ها البنات كيجي بنين ولذيذ بزاف، نتمنى تجربوه والله الا كيجي زوين. انا كيجيني حسن هو من الروز. المهم ندوزو ونعطيكم الطريقه باش غادي نحضروا هاد الشلاضه. كناخذو هنايا كاسترونات ديال الماء، كنغليو الماء والملحه في الكاسترونات بجوج. الكاسرونه اللي غنديرو فيها يبلي حتى هي خص الماء يكون سخون، كنضيفو يبلي حتى كيطبخ القمح، حتى كيطيب مزيان وكيبان لنا يطيب مزيان، ومن بعد كنحيدوه. وبالنسبه للجلبانه حتى هي كنطيبوها في الماء مملح حتى هي كطيب، ومنين يطيبوا غادي ندوزو نوريكم الطريقه كيفاش غادي نصايبوهم. كما كتشوفوا البنات هنايا، من بعد ما طابت لينا ديك الجلبانه وطاب ديك القمح، كندوزو باش نحضروا الوصفه. كناخذوا شي زلافه ولا شي بانيو كبير، كنخلطوا فيه، كنديروا يبلي اللي هو القمح، وكنديروا نخلطوه مع الجلبانه، وكنضيفوا عليه المايس، وكنضيفو الطون، وكنخلطوهم مزيان، وعاد كنديرو لا مايونيز. ونتمنى وبالنسبه للطون البنات كنديروه بالزيت ديالو، يعني بلا ما تصفيوه من الزيت، حقاش كيجي زوين بالزيت ديالو. ونتمنى الشلاضه ديال اليوم تعجبكم، وتهلاو في راسكم البنات، وشكرا على الدعم ديالكم. يلا مع فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.